بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلته في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة: هل يصح دفع الزكاة للوالد والوالدة والإخوة والأخوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن الزكاة لا تحل لأصل الإنسان المزكي ولا لفرعه، فلا تحل لوالديه وأجداده، ولا تحل زكاته لأولاده وأولاد أولاده، لا تحل للفرع ولا للأصل، وذلك لأنه تجب عليه نفقتهم إذا كانوا معوزين وفقراء وعنده القدرة على الإنفاق عليهم. وأما الإخوة والأخوات فإذا كان لهم أبناء ذكور وهم فقراء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم أولى بها من الأباعد. أما إذا لم يكن لهم أولاد ذكور يحجبون المزكي فإن العلماء مختلفون في دفع الزكاة إليهم، لأن الإنسان الغني إذا كان يرث الفقير، يرث قريبه الفقير، قالوا تجب نفقته عليه إذا لم يجد نفقه وكان قريبه الغني قادرا على الإنفاق عليه، تجب نفقته، فلا يجعل الزكاة وقاية بدل إنفاقه عليه. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. أيضا هذه تقول: عندي شيء من الذهب والفضة، ولكني لا أعلم مقدار النصاب فيهما، ولا أعلم هل تجب فيهما زكاة أم لا. طبعا ورد هذا الإجابة حول هذا الأمر، علما أنني ألبسها أحيانا وأؤجرها أحيانا أخرى. تقول: أود أن أزكيها يعني احتياطا فيما يبدو. أما الحلي المعد للاستعمال أو العارية فهذا لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وقد سبق الكلام فيه. نعم. وأما المعد للإيجار فإنه تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للاستعمال، فتجب الزكاة في أصله بأن يخرج ربع ما يقابل ربع العشر منه إذا بلغ النصاب، وتجب الزكاة أيضا في أجرته، تجب الزكاة أيضا في أجرته، فيضم أجرته إليه ويزكي الجميع. نعم. فضيلة الشيخ، الحديث عن الإسراف في شراء الذهب واقتنائه خاصة المناسبات ونحوها، بما فيه دفع الأموال الطائلة وخاصة الألماس والأحجار الكريمة وما إليها، وربما اجتمع فيه مضرتان: غلاء عند شرائه ثم رخص سعره عند بيعه ولو بمدة يسيرة. توجيهكم للنساء في هذا الأمر حفظكم الله. الإسراف في كل شيء محرم، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يباح للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة، لكن في حدود ما جرت به العادة، أما ما زاد عن العادة فإنه لا يحل لها الإسراف فيه، وإذا زاد عن العادة ففيه الزكاة عند الجميع. إذا زاد الحلي عن عادة ما يلبس في البلد فإن فيه الزكاة عند جميع أهل العلم، لأنه أصبح خارجا عن حدود المأذون فيه. نعم. هذه المسألة قد تخفى على كثير يا شيخ. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذه تقول: عندي أطقم من الألماس والذهب المرصع بأحجار كريمة، هل أدخل الألماس والأحجار الكريمة في حساب النصاب أم ماذا أفعل الحال هذه؟ الألماس والأحجار الكريمة لا تدخل في النصاب لأنها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الذهب، فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا
وهي الآن ما يساوي 92 غرام، فهذا هو النصاب تجب فيه الزكاة. أما إذا كان أنقص من ذلك فلا زكاة فيه، ولا يضم إليه الألماس إلا إذا كان معدا للبيع. إذا كان معدا للبيع فحينئذ له حكم آخر. نعم، هذه أيضا مسألة لها علاقة ببيع الشراء أو بيع الذهب وشرائه. تقول: يكون معي ذهب مصاغ مستعمل وأريد أن أبدله بذهب جديد مصاغ، وسمعت بأن ذلك حرام، أنه ينبغي بيع القديم واستلام دراهم ثم شراء الجديد، فما الصحيح في هذا الشيء؟ إذا تساوى وزن الذهبين البديل والمستبدل فلا حرج في ذلك. إذا تساوى الوزن، تساوى الجنس، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان البديل والمبدل عنه من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا بد من التساوي في الوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استبدال حلي قديم بحلي جديد من جنسه ذهب بذهب، فإنه في هذه المسألة يبيع الذهب القديم بالنقود، يبيع الذهب بالنقود من الفضة أو من الأوراق النقدية، ثم يشتري بالقيمة الذهب الذي يريده. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: عين الربا، بع الجمع بالدراهم، الجمع هو التمر الردي، بعه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، وهو الجنيب هو التمر الجيد. أي نعم، هذا هو الطريق للحصول على الذهب، على الشيء الجيد. نعم. تقول: هذه أيضا علي دين، حيث أنني اشتريت أمورا كثيرة مما أحتاجه في حياتي، وعندي مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه لا يغطي هذا الدين، فهل أزكيه؟ نعم، إذا كان عندها مال تجب فيه الزكاة من نقود أو من غيرها من ما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول فإنها تزكي، ولو كان عليها دين، لأن الزكاة حق للفقراء فيما عندها من المال، والله جل وعلا يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد توافرت الشروط فيه، بلغ النصاب وتم عليه الحول، فتجب زكاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل الناس هل عليهم ديون أو لا، بل كان يرسل السعاة والجباة لجمع الزكاة، ولم يسأل هل على أصحاب هذه الأموال ديون أو لا. ولكنه لو سدد الديون قبل تمام الحول فلا شيء عليه فيما سدد، وإنما يزكي الباقي إن كان عنده باق. أما إذا مضى الحول ولم يسدد والمال يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة لتوفر الشروط. نعم. هذا الكلام الشيخ، سواء اشتمل الدين على أو كان الدين أكثر من المال الذي في يده أو لم يكن، ما ينظر إلى الدين أصلا، سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. بارك الله فيكم. أيضا تقول: هل لي أن أخذ من مال زوجي دون علمه فأزكي وأتصدق؟ لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، إلا الشيء الذي جرت العادة تسامح فيه، كإعطاء السائل الشيء اليسير، فهذا جرت تسامح فيه. أما أنها تتصدق وتخرج مبالغ من المال بغير إذن زوجها فهذا لا يحل، لأنها راعية في مال زوجها وراعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. نعم. تقول فضيلة الشيخ: أنني أود في هذا رمضان أن أزكي، لكن متى أحكم بأن فلان أو فلانة من الناس تستحق أو يستحق الزكاة؟ تسأل، إذا لم تعرف الأشخاص أو حاجتهم تسأل عنهم ما يعرفهم، وإذا جاءوا وسألوهم وهي لا تعرف عنهم غنى فإنها تعطيهم. إذا سألوا وقالوا: نحن نستحق الزكاة، وهي لا تعرف عنهم شيئا، فإنها تعطيهم. ف
فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الزكاة، فصوب النظر فيهما ورآهما جلدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت أعطيت، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة ولا لذي مرة قوي. ذي مرة قوي يعني القوي القادر على الكسب. نعم. بارك الله فيكم. تقول أيضا: هل لي أن أدفع بعض زكاتي لخادمتي علما بأنها مسلمة وفقيرة؟ إذا كانت تقصد بذلك ترغيبها في خدمتها والبقاء عندها فهذا لا يجوز، لأن هذا يكون من الوقاية لمالها، أو كان لها عليها حق شرها تعطيها إياه في العادة وتعطيها من الزكاة من أجل مقابل هذه الشرها ولأجل ترغيبها في خدمتها، فهذا لا يجوز، لأنها حينئذ تجعل الزكاة وقاية لمالها. أما إذا كانت تعطيها لفقرها وحاجتها وهي مسلمة ولا تريد ترغيبها ولا تريد أن تدفع ما عودتها إياه من الشرهات، فهذا لا بأس به. نعم. ما يحدث من البعض من إعطاء العامل أو ما إليه بعض من الصدقة في هذا علما بأنه يستفيد من هذا العامل، يدخل أيضا في هذا الكلام هذا؟ إذا احتسب هذا من أجري أو لأجل أن يرغبه في العمل عنده، هذا كما ذكرنا في الجواب الذي سبق أن هذا لا يكفي عن الزكاة. أما إذا كان يعطيه من أجل فقره ويعطيه من باب أن هذا زكاة وليس هو من باب ترغيبه في العمل عنده أو لحق كان يجب عليه، فلا بأس بذلك. نعم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما بين ووضح. وأشكر لكم استماعكم مستمعي الكرام، إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.